صديقاتي مرحبا بكم في قناة مها عبد الرحمن لتعليم الكروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وروحكم مبروكة وعيد مبارك سعيد. كنتمنى تكون قوصوا العيد بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديال القندورة اللي كملت في نهار، فقلت غادي نوريكم طريقة الشكل ديالها النهائي. كان سبق لي شاركت معكم الأجزاء ديالها، يعني من الأول كيفاش بديتها، فعملت لها خدمة خفيفة ظريفة. هذه القندورة الصيفية اللي كنت وريتكم، طبعا التوب ديالها كان انتما كما كتشوفوا خفيف صيفي بهاد الوريضات، وكذلك الخدمة اللي عملت لها ما تقلتهاش مع هي صيفية خفيفة، فعملت لها خدمة خفيفة وريتها لكم انتما كما كتشوفوا. بقاو معايا نوريكم الشكل ديالها كامل، بقاو حتى اخر الفيديو. انتما كما كتشوفوا صديقاتي عملت لها هاد الخدمة ديال الاهرام اللي هي سهله في المتناول الجميع، يعني مبتدئات وحتى اللي في امكانهم، يعني اول مره غادي يعملوا الكروشيه فسهله. كما قلت لكم ديما كنجيب لكم الحاجه في المتناول للجميع، ونقدر كل شيء عدله. هادو هما الطريقه ديال الخدمه. فالبنات اللي عاد التحقوا بينا مرحبا والف مرحبا، يعني غيدخلوا الاجزاء ديال هاد القندوره هذه اللي صيفيه وخفيفه، فغادي يلقاو الجزء الاول كيفاش وريتكم، يعني الدوف التوب وريتكم حتى كيفاش تخدموا هذا الدريس او لا هذا الشريفات على شكل اهرام. فانا خدمتها كامله بهذا الخدمه هذه بهذا الاهرام حتى الاخير، وفي الاخير وريتكم الفيديو اللي قبل كنت قبل من العيد شاركت معكم طريقه الشرك ديالها. سهله سهله ثقوا بيا، في نهار كملتها ما شاء الله، في النهار ساليتها. يعني الا كملتو، يعني الا كنتو عوني على قندوره صيفيه خفيفه، فثيقوا بيا تبعوا غير هذا الفيديو وتبعوا الروابط ديال الفيديوهات السابقه ديال الاجزاء، غادي تجيكم سهله ان شاء الله وفي المتناول للجميع. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الخديمه، كنت هبطتها كامله من العنق. الا كتذكروا انا غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف باش اللي بغى يعني ديريكت يدخل الفيديو يشوف كيفاش كانت البدايه. فمرحبا والف مرحبا. هانتوما كما كتشوفوا الهبطه، ايوا هذا الشرك ساهل. كنعتذر على التصوير، يعني الجوده التصوير شي شويه، ولكن كنكتفي بهادشي اللي عندنا باش نقدر نوصل لكم داكشي اللي كنخدم. هانتوما كما قلت لكم خفيف هذوك الاهرام، شربتو ورديت نفس الخدمه كما كتشوفتها ولات على هذا الشكل هذا، فكتجي غزاله. ولا بغيتي تعملوها في قميص في جليبه، يعني ماشي بالضروره نعملوا الخدمه الكبيره. كما كنقول لكم بزاف فيديوهات، انا كتعجبني ديما الخدمه البسيطه واللي كتكون سهله، ما كتعجبنيش، ولكن كنحترم جميع الاذواق، كل واحد والذوق ديالو. انا كنقول لكم غير شنو كيعجبني. هادو هما الكميمات، هانتوما كما كتشوفوا. اهرام ساهلين، كنتمنى يوصلكم التصوير مزيان وواضح. وصل اليوم عندنا شويه الجو مظلم مع الضباب والجو يعني الشرقي ما كيكونش عندي الضوء بزاف. هالعنق كنت بديت لكم به، انا هبطت الخدمه كامله وخليتها الافتتاحه هذه. هانتوما كما كتشوفوا خدمتها كامله، يعني الفيديو اللي قبل من هذا اللي نزلت غادي تلقاو فيه هذا الشرك. انا غنخلي لكم الرابط ديالو. سهله سهله تبارك الله ومزيونه، يعني انا كنشجعكم باش تبداو تعلموا الكروشي، وهاد القندوره على ضمانتي كاع المبتدئات يقدروا يعملوها. تبعوا غير الفيديوهات اللي نزلت معكم، يعني من الفيديو الاول حتى الاخر هذا، يعني سهله وبسيطه. وهانتي عملتي قندوره راسك في العيد المناسبه صيفيه خفيفه كما قلت لكم. الكم هذا كذلك، حتى هاد الزواقات اللي جاو فيها جاو مزيونين. والثوب ديالي الا كتلاحظوا هو ماشي مكمش، هو زعما ما تحددتش، ولكن هو الثوب هكذا الاصل ديالو، هو شويه كيكون ديك الثوب اللي كيكون مكمش، وكيكون هذا الثوب مزيون خايب،
يعني نظار كنبغيو نلبسوه فهاد الصيف، هاد الحراره اللي كتشوفوا، هاد الجو اللي كنعيشوه في الصيف، فكنبغيو بحال هاد القنيدراس حدا العائله ولا في الدار كيكونوا كيشربوا العراق الخيط خصوصا ممتازين. هانتوما حتى الهبطه، ها هي حتى الهبطه، كما كتشوفوا هي الصاله ديال هاني، يعني مولاتها بغاتها هكذا بالكميمات طايحين واسعه صراحه، هي غتكون واسعه يعني خفيفه كما قلت لكم في الصاك، ماشي مزيره ولا مجموعه، عاديه الكميمات نصكم، هما طبعا خفيفين. المهم ماشي اهم حاجه هي الفصاله اللي غنوريكم، اهم حاجه انا كنبغي نشارك كل شيء وصافي باش كنحمس الاخوات، اهم حاجه هو الكروشي باش نتعلمه ان شاء الله. انتما كما كتشوف الهبطه كامله، طبعا الافتحه خليت لها غير هذا القياس، هذا العنق عندها يعني كافي واسع، غير خليت لها الافتحه يعني باش كيدخل الراس، ولكن هي راه وسعه. انتما كما كتشوفوا ان شاء الله غير بداوها غادي تعجبكم وسهله، وحتى في القميص كتجي غزاله هاد الخدمه هذه، في القميص ديال الجلابه اولا جليبه خفيفه كتجي غزاله، سباق اللي خدمت الجليبات فيهم، يعني انا ماشي كنجيو نشارك معكم هادشي حتى كيكون سباق لي عن تجربه خدمتهم بزاف الناس، عاد كنبغي نشارك معكم شي حاجه على ضمانتي. كتجي مزيونه طبعا، وانت نا وذوقك كاين الاختيار ديالك، كتبغي تزيد زينه دبته بالجوهر، عملها بزاف الحجيرات ولا شي حاجه، الا بغيتي تخليها سامبل غير الدار اختيار. كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم، والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، وتابوناو عندي في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله، والتعاليق اللي بحال وجهكم جميله جميله دائما حمسوني باش نعطي الكثير ان شاء الله، وباقي بزاف الحوايج مزيونين غنشاركهم معكم. الى اللقاء وعواشركم مبروكه.